سوف نقوم بدراسة توازن جسم صلب خاضع لتأثير قوتين كما هو مبين في الشكل. فهذا الدرس هذا كنا خدمناه في القسم فقط للتذكير والاستئناس بهذا المثال. يمكن لكم تحبسوا الفيديو وتجاوبوا على الأسئلة. السؤال الأول: إجراء القوى المطبقة على الجسم S. السؤال الثاني: حدد مميزات القوى المطبقة على الجسم S. والسؤال الثالث: مثل متجهات هذه القوى بسلم 1 سنتيم يمثل 1.5 نيوتن. إذا يمثل الشكل أسفله جسم S من الورق المقوى خفيف جدا معلق بدينامومترين دي واحد، هذا هو الدينامومتر دي واحد وهذا الدينامومتر دي اثنين. سوف نقوم بجرد القوى المطبقة على الجسم S فالمجموعة المدروسة الجسم S. إذا نبدأ بقوى تماس. نلاحظ أن الجسم S في تماس مع الدينامومتر واحد والدينامومتر اثنين. قوى تماس فهي قوى تماس مموضعة، لأن الدينامومتر كينتقي مع الجسم S في نقطة مساحة تماس صغيرة جدا. فعندما تكون مساحة التماس صغيرة جدا أي نقطية نسمي القوة بقوة تماس مموضعة. قوة تماس F1 القوة المطبقة من طرف الدينامومتر D1 على الجسم S. F2 القوة المطبقة من طرف الدينامومتر D2 على الجسم S. إذا نكمل جرد القوة. القوة الثالثة هي عبارة عن قوة عن بعد اللي هي القوة المطبقة من طرف الأرض على الجسم S. طبيعة الحال نهملها لأن كتلة الجسم S صغيرة جدا، الجسم كما تشوف المعطيات خفيف جدا، وبالتالي يمكن اعتبار أن الجسم S في توازن ويخضع لقوتين فقط هما F2 و F1. إذا مميزات القوتين F1 و F2 انطلاقا من الشكل، إذا نلاحظ أن القوة F1 فهي في تماس مع الجسم S في نقطة واللي عطاونا الاسم ديالها هي النقطة A. بعض الأحيان ما كيعطيوناش الاسم إذا حنا تنسميوه، وبالتالي نكتب نقطة تأثير النقطة A. بالنسبة لخط تأثير، خط تأثير فهو عبارة عن مستقيم يمر من نقطة ويكون له اتجاه مفعول القوة من خلال الشكل. فالنقطة A ونقطة B على نفس الاستقامة، إذا يمكننا نقول المستقيم AB والمنحى من A نحو C. الشدة، إذا هذا جهاز دينامومتر، نلاحظ الإبرة تشير إلى عدد 3 والوحدة نيوتن، إذا الشدة 3 نيوتن، F1 تساوي 3 نيوتن. نمر الآن إلى القوى F2. إذا حسب الشكل فالدينامومتر دي جوج يلتقي مع الجسم S في نقطة، نقطة تأثير نقطة B. بالنسبة لخط التأثير فكذلك عندنا المستقيم AB والمنحى من B نحو D، والشدة حسب الشكل تساوي 3 والوحدة نيوتن. بذلك نمثل 1.5 نيوتن يوافق 1 سنتيم، 3 نيوتن غيكون فيها جوج سنتيم. نمشيو للشكل. إذا باش نمثلو المتجهة من خلال الجدول يتبين أن للقوتين نفس خط تأثير ومنحيان متعاكسان ونفس الشدة، وهما اللي كنسميهم شروط توازن جسم صلب خاضع لقوتين. إذا شرط التوازن، إذا كان جسم صلب في توازن وهو خاضع لقوتين F1 مثلا و F2 فإن لهاتين القوتين نفس خط تأثير ونفس شدة ومنحيان متعاكسان. ونعبر رياضيا عن هذه الشروط بشرطين نسميهما شرط التوازن، وهما الشرط الأول للقوتين نفس خط التأثير، الشرط الثاني للقوتين نفس الشدة ومنحيان متعاكسان. ونعبر رياضيا عن هذا الشرط ب F1 زائد F2 تساوي متجه منعدم.